أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 5 لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبني رؤية شاملة واستراتيجية فاعلة على المستويات الإعلامية والمحلية والإقليمية والدولية وتطوير استراتيجية الإعلام لتعزيز مكانة دبي الإعلامية لتصبح مركزا رياديا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كما أصدر سموه المرسوم رقم 10 لسنة 2022 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا لمجلس دبي للإعلام والمرسوم رقم 12 لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعضوية كل من سعادة منى غانم المري نائبا للرئيس والعضو المنتدب وسعادة هالة يوسف بدري وسعادة مالك سلطان آل مالك وعبد الله حميد بالهول ويونس عبد العزيز آل ناصر وأمل أحمد بن شبيب وعصام عبد الرحيم كاظم ومحمد سليمان الملا إضافة إلى أمين عام مجلس دبي للإعلام وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 22 لسنة 2022 بتعيين نهال بدري أمينا عاما لمجلس دبي للإعلام.